باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. نتابع مع بعضنا بنعمه ربنا دراستنا في الموعظه على الجبل، وهنبتدي بقى ايه جزء تاني بنعمه ربنا من انجيل معلمنا متى اصحاح الخامس. ناخد بقى برضو في الموعظه على الجبل الحياة ملف تاني أو جزء تاني من الموعظة على الجبل، وهو أنتم ملح الأرض. ياريت يكون على الشاشة. تمام. مسميينه إيه بقى؟ فضيلة لمجد الله وللكرازة. إحنا قلنا هنقسم الموعظة على الجبل إلى 10 أقسام. القسم الاولاني كان الحياة الفاضلة اللي هي التطويبات. الجزء الثاني اللي بنتكلم عنه النهارده هو فضيلة لمجد ربنا وكمان للكرازة. نقصد بيها طبعا الجزء من الآية 13 لغاية الآية 16. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعض لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة أو موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. ده جزء تاني من الموعظة على الجبل. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. كلنا بنعرف كتير عن هذا الموضوع يعني، وكلنا فاهمين كلام ربنا يسوع المسيح عن ملح الأرض وعن نور العالم. نتكلم بالتفصيل شوية على الملح وعلى الأرض. طبعا الاثنين بمعنى يعني سريع كده مقصود بيها يعني حياة فاضلة تؤثر في الآخرين، وفي الوقت نفسه تصبح كرازة للآخرين، لأن ربنا ختم بأنه يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماء. نتكلم شوية عن الملح. الملح لونه أبيض، وده إشارة للنقاوة والطهارة ووضوح الرسالة بتاعة الملح. الملح جزيئاته صغيرة ومتكسرة وربما مطحونة، وممكن نفهم من كده أنه حياة الإنسان المسيحي اللي يعيش الاتضاع ويعيش حياة الانسحاق باستمرار. الملح سريع الذوبان، وده إشارة للوداعة، إنك يعني الناس بسهولة تفهمك، الناس بسهولة تقبلك، الناس بتفوق بسهولة تبقى في وسطيهم. يعني أنا باخد تأملات على بس إيه طبيعة الملح يعني قبل ما ندخل في التفصيل شوية. يعني الملح رخيص، والإنسان المسيحي يعني عايش في العالم يمكن ما بينالش تقدير الناس كلها، والناس بتعتبره أحيانا مواطن درجة تانية، وبتعتبره زي ما بتعتبره يعني هو عايش في العالم كده. إيه يقولوا عنه؟ إيه اللي يقولوه بصفة عامة التصقت يعني بأتباع المسيح. ما علينا، إحنا يعني راضيين بإن إحنا نكون كده، وعارفين انه ده مش معناه حقارة في العالم، لكن معناه ان احنا ملح للارض زي ما ربنا قال. الصفات اللي انا قلتها للملح دي هي بالضبط صفات المطوبين. انا قلت انه ابيض نقي مش كده، والمسيح قال طوبى لايه؟ لانقياء القلب. قلت جزيئاته صغيرة ومكسرة ومطحونة، والمسيح قال ايه؟ طوبى للمساكين بالروح مش كده. قلت انه سريع الذوبان، والمسيح قال طوبى للودعاء. ها، فهتلاقوا كده طوبى للمساكين والودعاء والرحماء. ها،
والجياع والعطاش إلى البر وأنقياء القلب وصانعي السلام. كل هؤلاء بيلخصهم إيه؟ حياة الملح. كأن ربنا عايز يقول إيه؟ بعد ما قال التطويبات راح ملخصها في إيه؟ في الجملتين دول: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. الفصل الأولاني من موعظة على الجبل اتكلمت عن الحياة الفاضلة المطوبة. الفصل الثاني خدت الفضيلة دي بتحرك بيها تجاه إيه؟ تجاه العالم، عشان يبقى فيه إصلاح للعالم أو حفظ للعالم من الفساد، وفي إعلان عن مجد ربنا وعن عمل النعمة في حياتنا كنور للعالم. يعني ده بالظبط كده إيه موضوع ارتباط الملح بالتطيبات. الملح في التاريخ على فكرة حكاية، ده طلع الملح ده حاجة عظيمة، قامت عليها حروب، وكانت البلاد يعني تجري على المناطق اللي بيستخرجوا منها الملح، وله تاريخ طويل. اللي يكتب بس كلمة ملح الطعام كده على النت يشوف تاريخ اكتشافه، ويشوف ازاي قامت حروب على هذا الموضوع. يعني لدرجة انه كان في مستعمرات يعني تستعمر بس علشان فيها ملح بيستخرج، يعني بس تاريخ طويل مش عايز انا ايه يعني اوجع دماغكم بيه يعني، لكن ملح حكاية كبيرة في التاريخ. الفرس اعتبروا الملح علامة الفضل والنعمة. لو تفتكروا معايا سفر عزرة في الاصحاح الرابع لما جم يقاوموا بناء الهيكل، فجماعة المقاومين راحوا باعتين للملك يقولوا له ايه؟ يقولوا له احنا اكلنا ملح دار الملك فما ينفعش نخونه. يعني بعتوا يقولوا له احنا ما ينفعش نخونك لان احنا ايه اكلنا من عندك ايه اكلنا دار ملح دار الملك، فانت ليك فضل علينا. الرومان اليونانيين تخيلوا عملوا للملح اله، يعني الهوا الملح من كتر يعني ندرته. اول ما اكتشفوه في التاريخ من كتر ندرته من كتر استخداماته فاليونانيين عملوه إله. الرومان كانوا بيدوا أجرة الجنود بتاعتهم ملح، تخيلوا الرومان كان أجرة الجنود ملح، يدولهم ملح، والعسكري من دول ياخد الملح يروح يبيعه وإيه ويعيش، أجرته كانت ملح. وحتى من كلمة مرتب بالإنجليزي سيلري، فسيلري جاي من سولت، أصلها يقول لك الملح إنه كان المرتب ملح فسموها سيلري. في الآن بيقولوا حاجات باختصار بس عشان خاطر إيه الموضوع. يعني العرب استخدموه علامة العشرة عشان يقولوا أكلنا مع بعض إيه عيش وملح. العرب عندهم الفكر ده، أكلنا عيش وملح، لأنه أبسط حاجة كانت بتتحط قصاد الضيف إنه يحطوا له شوية ملح عليهم حبة نعناع ويقعدوا إيه حتى احنا ساعات نعمل كده اليومين دول، يعني ساعات بنتلذذ بهذا الموضوع، يعني شوية ملح وشطة ونعناع ويبقى أكلة محترمة يعني. أما العبرانيين فالملح استخدم علامة عهد. كلام ده في سفر اللاويين لما يقول كده: لا تخلي تقدمتك من ملح عهد إلهك، على جميع قرابينك تقرب ملحا، يعني استخدم علامة عهد. وكلنا فاكرين طبعا تقدمة الدقيق ان كانوا بيحطوا فيها ايه ملح، علامة العهد بينهم وبين ربنا، وعلامة ان الملح زي ما بنقول حافظ من الفساد. الملح احبائي تأثيراته بيعطي مذاقا للطعام كما نعرف، مع انه بيدوب، واخدين بالكم، مع انه بيدوب. الملح الطعام هو الملح الوحيد اللي لما يدوب ما تحسش بطعمه كملح، يديك نكهة الطعام الأصلية. يقول لك أنا أكلت النهاردة ملوخية ملحها مظبوط قوي، هو ما حسش بالملح لكن حس بإيه؟ بالملوخية. أي طبخة تتظبط بالملح ويحس بإيه؟ يحس بالطبخة في أصلها. لكن الملح تنسى طعمه، أي ملح تاني يتحط تحس بطعمه. يقول لك لو حط نقطة خل يا ده فيها خل، لو حط اي حاجه تاني اي ملح غريب يقول لك لا ده 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 غريب. ملح الطعام ده طلع حكايه عجيبه في التاريخ، دوبوا يعني ايه تقروها. يعني اي ملح اتحط على الطعام يحسسك بطعمه الذاتي، لكن ملح الطعام ايه يعني يدوب كده وتنسى طعمه وتفتكر بس طعم الاكله الحلوه اللي هو ظبطها لك. عشان كده بنقول الحياء زي ما بتقولي كده.
عشان كده بنقول أن بدونه لا طعم للطعام. آية جميلة قوي قابلتني في سفر أيوب، يقول كده في أيوب 6:6: هل يؤكل المسيخ بلا ملح؟ المسيخ، لا المسيخ الطعام الماسخ، ينفع أن يعني أنت بتاكل أكلة ولقيتها ما عليهاش ملح ما تعرفش تكملها، ما تعرفش تكملها، لازم تحط ملح عشان أنت تعرف إيه، عشان تعرف تاكل. هكذا العالم يا أحبائي، هكذا العالم بدون تلاميذ المسيح، بدون تابعي المسيح، فهو طعام بلا مذاق، طعام ماسخ بلا ايه، طعام ماسخ بلا مذاق. احنا بقى المفروض نكون ملح، ملح الطعام، واخدين بالكم؟ احنا نكون ملح العالم. الملح في حاجة عجيبة قوي، كمية زايدة منه توحش الأكلة، ودي على فكرة ليها تأمل حلو قوي. يعلمونا انه لما اجي انا اتدخل في حياة الناس ما تدخلش قوي، ما تدخلش قوي، يعني ادخل للقدر اللي ايه يوصل لهم الرسالة بس، يعني لا تدخل بدرجة تفقدهم هويتهم او تستحوذ على شخصياتهم او تستنسخ نفسك او شخصيتك فيهم، واخدين بالكم؟ يعني انا لما اقعد في وسط جماعة بكلمهم عن ربنا او بظهر مسيحي بالطريقة اللي ربنا علمهاني، ما يبقاش هدفي ابدا ان انا اعمل لهم نماذج مني، لا، ولا ان انا اتحكم فيهم وابقى واصي عليهم، ما ينفعش. انا يبقى الملح بيعمل ايه، بيزيد في الطبخة، لكن لا، انا ادخل بالقدر اللي يوصل لهم الرسالة ويخليهم مقبولين امام الله. وده طبعا يجي بتأثير الملح، يعني تبقى فيه توبة، تبقى فيه فضيلة، تبقى فيه حياة روحية هم بيعيشوا فيها. الملح من ناحية يتعطش للمياه، ومن ناحية تانية يسبب العطش. الملح من ناحية يتعطش للمياه، ومن ناحية تانية يسبب العطش، واخدين بالكم؟ فأنت لما تبقى ملح يبقى طوبة للجياع والعطاش، فأنت ملح عايز إيه؟ عايز مية، فتاخد مية من عند ربنا، تبقى ملح تشبع من عند ربنا. وفي الوقت نفسه خليك من النوع اللي لما تكلم الناس عن ربنا يقولك هات تاني، قول لنا تاني، كلمنا تاني. ليه؟ هتخلق فيهم السعي بتاع طوبة والجياع للجياع والعطاش إلى إيه؟ إلى البر. هتخلق فيهم كده اشتهاء لماء الراحة، زي بالظبط المرأة السامرية أول ما المسيح كلمها عن الماء الحي حط فيها شوية ملح، قالت له إيه؟ أعطني هذا الماء لكي لا آتي إلى هنا إيه؟ وأستقي، أصل أنا شبعانة من ملح فسدان فباجي عند البير، لكن المية اللي انت هتديها هتشبع ملح انا بدأت احس بيه، احس بطعمه، ارجوك اديني هذه المية. وكلنا عارفين بقية سياق الايه، سياق الحوار مع المرأة السامرية. الملح حافظ من الفساد ولكنه لا يصلح الفساد، يعني الفسدان ده عايز حاجة تاني، الملح يحفظ من الفساد، يعني يوقف طيار الفساد، يعني يلحق الناس. العالم أحبائي محتاج النهاردة للملح، عشان كده ربنا قال طوبة، آسف، أنتم ملح إيه؟ ملح الأرض، ما قالش ملح العالم، قال ملح الأرض، لأن العالم تحول إلى أرض، الناس بقوا أرضيين في أفكارهم وفي مبادئهم وفي حياتهم وفي تطلعاتهم، الناس بقوا أرض، والأرض دايما تعني الأمور السفلية. اللي خد الوزنة راح تمرها فين؟ في الأرض، فالأرض تعني حاجات تحت، فأنتم ملح الأرض. العالم محتاج لإيه؟ محتاج للملح. العالم في حاجة شديدة إلى المسيحي ملح الأرض، عشان يوقف أحبائي نزيف الصلاح
ونزيف الطهارة والبر اللي موجود في العالم، العالم عايز حد يلحقه، والمسيح هو ايه؟ هو ملح الارض. عشان كده مهم جدا انه المسيح يكون مختلف عن العالم. واقولك دلوقتي عن ايه المسيحي يمتاز عن ايه؟ عن العالم. سيدنا انبا انجيلوس كان جالنا مرة هنا في الكنيسة، وكان في قداس في الجزء ده، وقال لنا تأمل لطيف قوي. يقول لنا ان الملح له مصدرين، الملح يتاخد اما من البحر او من الصخر. يتاخد من البحر، والعالم اشارة، البحر اشارة للعالم، يبقى المسيح متاخد منين؟ من العالم. المسيح متاخد من العالم. انتم لستم من العالم، بل انا اخترتكم من العالم. فالمسيح متاخد من العالم، وكأن ربنا استخلص من العالم هذا الملح، استخلص من العالم هذا الملح علشان يصلح به الناس ويحفظ العالم نفسه من الفساد. فإحنا أحبائي لسنا من هذا العالم. يتاخد من الصخرة، وكلنا عارفين الصخرة كانت المسيح، زي ما بولس الرسول قال لنا في كورنثوس الأولى إصحاح العاشر. فنحن مأخوذين من المسيح، مأخوذين من المسيح، خليقة جديدة، طبيعة جديدة ادهلنا ربنا يسوع المسيح. لما قال بنقول في التسبيح أخذ الذي لنا وأعطانا الذي لهم، فبقينا واخدين من المسيح، أعطانا بالنعمة ما هو له بالطبيعة. حطوا تحتها خط، ربنا أعطانا بالنعمة ما له إيه؟ بالطبيعة، فصرنا شركاء الطبيعة الإلهية. ونقول كمان في التسبيحة هو أخذ الذي لنا وأعطانا روحه القدوس وجعلنا واحدا معه من قبل صلاحه. شوف بقى، خدنا، خد الذي لنا، خد جسدنا، وأعطانا الذي له، أعطانا أن نأخذ من طبيعته الطهارة والنقاوة والقداسة، أعطانا روحه القدوس اللي هو يضمن لنا أن نكون ملحا للأرض ونور للعالم. والدافع كان إيه؟ والمصدر كان إيه؟ يقول لك من قبل إيه؟ من قبل صلاحه. فإحنا المسيح الصخرة، اتخذنا من المسيح. سيدنا برضه يقول لنا ان الملح فيه عنصرين، كلور وايه و و و و وصوديوم. الكلور في الكيمياء الجزيء بتاعه سلبي بالنقص، والصوديوم في الكيمياء الجزيء بتاعه ايجابي بالزائد. واخدين بالكم؟ احنا الكلور، والمسيح هو الصوديوم، مسيح الإيجابية كلها، لكن احنا النقصان كله. الكلور سام، كل ما في الانسان ده يسمم الانسان ويسمم، لكن لما الكلور يتحد بالصوديوم بيعمل ايه؟ ملح يصلح، وملح يحفظ من الفساد، وملح ينظف ويطهر ويعمل الحاجات الحلوة دي. يعني الحلاوة اللي فينا منين؟ من عند المسيح. الإيجابية اللي فينا منين؟ من عند المسيح. كل ده لازم ناخد بالنا منه. احنا بدون المسيح ناقصين، بدون المسيح ناقصين. انتم ملح الارض. الملح في الكتاب في العهد الجديد في حاجات كتير، يعني زي ما ربنا بيقول اذا فسد الملح فبماذا يملح. فساد الملح معناه ان الملح يفقد تأثيره في العالم، فما ينفعش. وده معناه انه العالم بدل ما المسيح يؤثر في العالم، المسيح يتأثر بالعالم، فيفقد المسيح القدرة على التأثير الإيجابي في العالم. ليه؟ تضيع منه التقوى ويضيع منه الصلاح ويفقد مقومات التغيير. فبالتالي هو هنا يبتدي يبقى العالم في حاجة شديدة إلى من يحفظه من الفساد، من يعيده إلى الصلاح. ولكن المسيح لما يبقى تعبان يبقى مش مؤثر. شعب إسرائيل انطبقت عليهم تماما هذه الآية، إذا فسد الملح
فبماذا يملح؟ لا يصلح لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. ربنا قصد من شعب إسرائيل إن هم يكونوا ملح، يكونوا خميرة، يكونوا نور، يحط فيهم عمله، يحط فيهم علم عمله، ويعلمهم الصلاح والتقوى، ويبدرهم في العالم، يخمروا العالم كله ويغيروا العالم كله. لكن للأسف شعب إسرائيل فسد تماما، ما بقوش ملح صالح. فإيه اللي حصل؟ طرحوا خارجا وديسوا من الأمم. والكلام ده تكرر في السبي الأشوري، وتكرر في السبي البابلي، وتكرر في خراب أورشليم سنة 70 ميلادية. طرحوا خارجا وديسوا من الأمم، وبقت الكنيسة هي الملح الجديد اللي ربنا بيستخدمه علشان يغير به العالم ويحفظ العالم من الفساد. معلمنا بطرس يؤكد على هذا الأمر ويحط كده مصطلحات لأولاد ربنا، لما بيقول لنا كده عننا إن إحنا جنس ملوكي، كهنوت، كونوا أنتم أيضا، في بطرس الأولى 2:5، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا كهنوتا مقدسة. وبعدين يقول كده في العدد 9: أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. شوف أنتوا إيه؟ أنتوا كده. طب الهدف ايه من كده؟ ناخد احنا النعمة دي ونقعد نفرح ونتهلل ونرقص؟ لا، يقول لك ايه؟ لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة الى نوره العجيب. انتم ملح الارض، انتم نور العالم. ووصى معلمنا بطرس الرسول على فكرة في نفس الرسالة اصحاح الثاني والعدد 12، وقال لنا: لكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعل الشر. ويقول لنا كده في الإصحاح الثالث والعدد 16 بطرس الأولى: أطلب أن تكون سيرتكم حسنة بين الأمم لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعل الشر، يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. يعني عايز يقول إن الملح يعني أن المسيح يمتاز عن العالم، يمتاز عن العالم عشان يقدر يؤثر في العالم. عايز أحكي لكم قصة كمان برضو من سفر الملوك الثاني، ملوك الأول، آسف، الثاني، الإصحاح الثاني، ملوك الثاني 2، قصة بتاعت إليشع. فاكرين إليشع؟ ملوك الثاني 2 والعدد 19 إلى 22. كنا عملنا مؤتمر سميناه ملح في صحن جديد، تقدروا تبقوا ترجعوا للمحاضرات بتاعته. إليشع كده لما راحوا عند أريحة، بيقول الكتاب إنه قال رجال المدينة لإليشع: هوذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. فقال: أتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا. فأتوه به فخرج إلى نبع المياه وطرح فيه الملح وقال: هكذا قال الرب: قد أبرأت هذه المياه، لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به. عايزك تاخد بالك إن إليشع هنا يمثل ربنا يسوع المسيح، وأريحة تمثل العالم. يقول لك المدينة موقعها حسن، العالم شكله حلو، شكله بس حلو، ولكنه يخلو من الصلاح، يخلو من الأخلاقيات، يخلو من المبادئ. صحيح في مبادئ سلوكية بينادي بها علم الاجتماع والعلوم السياسية كلها
دي مبادئ أخلاقية، لكن في النص في الدرة كده هناك الخبث والمكر والخداع واللعب و و و و و المدينة موقعها حسن، العالم شكله جميل بس من بره، بس يا خسارة. إيه اللي حاصل؟ يقول لك المياه ردية والأرض مجدبة. موقع المدينة حسن، المياه ردية والأرض مجدبة، لأن أريحة كانت ملعونة، أريحة كانت ملعونة، ولكن حقيقي بيت لحم لما بناها، وليها قصة كده في بنائها، ابنه مات ومش عارف إيه وبكره مات، ليها قصة كده. العالم مش واخد باله أنه ماشي في الرفض، مش واخد باله أنه ماشي في لعنات. تعال للمسيح عشان تتحول اللعنات إلى بركات. آمن بالمسيح، آمن بالخلاص، ادخلوا جوه الحرية الحقيقية عشان المية تتصلح والأرض تبقى فيها حياة. فجم لإليشع قالوا له موقع المدينة حسن ولكن المياه ردية. المسيح عايز ناس يجروا عليه، يا رب الحق العالم، احنا عايشين في العالم يا رب، بس المياه ردية والأرض مجدبة، العالم شكله حلو. قال لهم هاتوا لي ايه؟ ملح في صحن جديد، ده اللي عايزه مننا ربنا، ملح في صحن جديد. طب يا رب الملح من عندك؟ يقول لك ما انا قلت لكم انتم ملح الارض. ايوه يا رب، ما الملح هو النعمه اللي انت بتديها لنا. هو انا اقدر انور من نفسي يا رب؟ هو انا اقدر اصلح من نفسي حاجه؟ ده انا ما اعرفش اصلح نفسي فاصلح الناس. انت اللي تحط فيا الملح وانت اللي تحط فيا النعمه. يقول لك انا عايز يا ابني، عايز، بس عايز صحنك يبقى جديد. عايز صحنك يبقى ايه؟ جديد. فين انت؟ انت بقى الصحن بقى، انت الطبق، انت الاناء يا ابني. خليك جديد، خليك نقي، خليك طاهر، خليك حلو، خليك صالح. عايز ملح في صحن جديد عشان النعمة تلاقي اناء تستخدمه. فلما الملح في الصحن الجديد على طول يبقى مكانك يد إليشع، يبقى مكانك يد مين؟ يد المسيح. يرميك، يرمي المسيح الملح في العالم، ايه اللي يحصل للعالم؟ يتصلح العالم. انتم ملح الارض. لما إليشع عمل كده نطق بالعباره ان الرب قال ايه؟ ابرأت هذه المياه. شفتوا ايه اللي معطل ايمان العالم؟ العالم مش شايف فينا الملح اللي يغيره، وربنا نفسه يشوف فينا صحن ايه؟ صحن جديد، إناء جديد عشان ربنا يستخدمه. فاكرين ربنا هو داخل أورشليم طلب من التلاميذ يروحوا يجيبوا ايه؟ الجحش والأتان، مش كده؟ يقول لك لم يركبه إنسان، ما استخدمش. كان لسه جحش جديد محدش ركبه. ربنا عايز كده. أنا فاكر مرة كتبت خلوة في المؤتمر ده، سميتها من يحل الجحش، وشفت نفسي هذا الجحش اللي مستني حد يحله. عشان مين اللي يستخدمه؟ عشان مين اللي يركبه؟ عشان ربنا اللي يستخدمه عشان يوصل إلى الناس وتحرك إلى أورشليم. عشان كده أحبائي ناخد بالنا من الحتة ديت، إن ربنا عايز ملح في صحن إيه؟ عايز ملح في صحن جديد عشان العالم مياهه تشفى وأرضه تزدهر بالمعرفة الروحية اللي ربنا يعني يغير بيها العالم، ويكون العالم أيضا في طاعة الله ويحصل على الخلاص اللي بيه يمجد ربنا. ما أسعفنيش الوقت إن أنا أخد أنتم نور العالم، معادنا معاها المرة اللي جاية. معلش، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين.